هاد الحكي علينا ولا؟ عليكن عادي ما؟ بس مو تاخد وشلك سيكي ادخيله الحنون الشيكي تعرفني لأنه مو كل مين عبر عن رأيه وبيستاهل ضرب احكي علينا لي بدك انا بهرك هلأ حل اللعب حل اللعب حل اللعب مع مصحوك كيفي بس لك شو هالحنون هاد والله لولاك ما بعرف قديش كانوا بدون يحتفظوا فيني لا تحكي هيك ولا اخي انت بعدين بدي ارجع البيت كمل لعبة بدك شي لك تعال هون اي لعبة عزمني بمناسبة طلعتي عشي مطعم 5 نجوم على القليلة انت بتعرفني زيادة المقدم انت بتعرف اني ما عدت مقدم وبتعرف كتير منيح انه لو كنت مقدم كنت ما تركت الحلقة تبلش الا لأقول يسعد لي اوقاتكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة بعنوان شوفرة بين قوسين حركات شوفيرية اهم طب انت بتعرفني سيادة المواطن انا بعشق السيارات ملك السواقة امي لما جابتني كانت متوحمة على دركسيون فتركني ارجع العب لو دور واحد نيد فور سبيد واذا بتحب السواقة كل هالقد ما تطلع تسوق برا وتشوفر بنص البلد لسببين الاول انه ما معي شهادة سواقة ما نجحت بالنظري وبالعملي كمان ما نجحت بس بالنظري ما نجحت اكتر متوحمة على دركسيون التلي والسبب الثاني السبب الثاني انه قد ما كنت معلم ما فيك تسوق بتركيا فايت عندهم الامور ببعضها مخربطين بين السواقة بنص الشارع وبين السيارات مطرقة يلي بالملاهي انا بالنسبة لي ما بطيق السواقة كلها لسببين كمان سببين الاول لاني كنت شجع سابق بسابق ولاحق بسيارة زرقاء ومرة اجى رح يوصل للنهاية قام اخوه لاحق من لحمه ودمه دفش له سيارته لبرات المزمار كله وطلع الاول هو وانا ما بحب الشيء اللي بيخرب بين الاهل والاخوات شو ما كان رح اعمل حالي ما سمعت شيء والسبب الثاني طيب هلا اشوف السبب الثاني مقسوم لقسمين اول قسم بالسبب الثاني انه مرة كنت عم سوق مستعجل اوتستراد وبدي امشي على اليسار وبمشيت مين قدامي يا حزراك مين بطل العالم بالسقالة ازنخ واحد بالعالم ماشي على اليسار على اقل من مهله 10 يمكن ماشي يمكن بس راكب هو مو رافع فرام الايد ولا داعس بنزين وعم تكر لحاله السياره نزول لانه كان طريق ايه والقسم الثاني من السبب الثاني شو هو شريكي لعقلبك القسم الثاني مره كنت ماشي ومثل اي انسان عادي بدي روح على اليمين وعطيت غماز إيه بالظاهر اغلب الناس وقت تعطي غماز بفكروك عم تغمزهم لهم شخصيا بيجوا بوقفوا هيك قدامك بحيث انت بيجي ببالك تصف بنص الشارع وتنزل وتروح انت تفوت من الحاره على اليمين وتاخذ تاكسي وتنبهه انه ما يشغل غماز من هون ورايح اذا بده ينعطف لهون ولا لهون هلا مشان هيك طب تعال اطلع معي بالسياره خلينا نغني لنا غنيه وبنرجع منكمل حديثنا اي والله بحب غني انا على صوت مسجله سياره لا تشوفه هيك لعمير سلال على كيفك هلا بيطلع لك صوت اللحن كانه طالع من مسجله سياره دوس لقلك ويا حانو لا تتردد مواطن الفوز مؤكد تعا ماشي وراك مو سباق لا تضيعني حتى لو كنت قدامي حتحكي او في بدو علمي لو بني بني حنيت يا شريك لشو حنيت يلعو قلبك حنيت الى خبزي امي وقهوتي امي لشو بدي حن يعني من ايام ما كنت الوحيد اللي معي فراري بالبلد والوحيد اللي مفيم سيارته بهداك الوقت ليش انت كتير قديم لك حنون لك مشان الحبكة يا شريكي مشان الحبكة المهم كنت لما أسفق غماز ما يضل سيارة بشارع المرافقة يبعدوا كل شي سيارات بطريقي لك كنت معزوز ايه شو بدي قلك حنون بالنهاية والله بس ما بيطلع لنا مع جيل زمان بسواقة حنوني مو هيك ايه هاتشي اكيد ابي كان ملك بالسواقة بمشي عدو لابين كان اليميني واليميني التاني يعني مو يميني ويساري ايه بس ابي أسوأ من ابوك هاي بتقول ابوك سيء ولا لك قصدي انه ابي بيعرف يسوق اكتر من ابوك لا ابي كان شوفير تاكسي ولي يا ريتو لو هون ابوك او ابي ما في فرق شبك عشقت الاب فجأة شوفي لك بدنا شوفير قبضاي يهربنا اجوا لك شريكي هروب عم تعمل لي حركات شوفرة من اول الحلقة واخر شي شقفة مطاردة ما عم تعرف تعمل اطلع بديك سيارة وانا رح اركب هاي نبقى منطمن على بعض هروب بسرعة عايش انا سلطان زماني اوه الو شريكي مسكت انا وين انت
انا عم خمس بالاوتوستراد ما عم اسمعك، انت منيح؟ لك ركز معي دقيقة بس تشفيطة واحدة بشرفك حنون. عم قلك انا ممسوك، شو مفكر حالك عم تعمل يعني؟ عم شوفر حنون، لك انا اهلا للشوفرة. اسمونا احنا البتنا بالحيل، هاد الحكي علينا ولا؟ عليكن عادي ما؟ بس مو تاخد وشلك سيكي؟ ادخيله الحنون الشريكي تعرفني لأنه مو كل مين عبر عن رأيه وبيستاهل ضرب. احكي علينا اللي بدك، انا بهرك هلأ. حل اللعب حل اللعب حل اللعب مع مصحاب كافي بس